لو الحكاية فيها إن فيديو جدا نكون موجود معاكم النهاردة بالذات مع لعنة المتفوقين وبناتنا المتفوقات في لقاء احنا الغرض منه اولا ان احنا نستمر في دعمهم وتكرمهم وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق ان شاء الله باذن الله. الحاجه الثانيه ان احنا حاسين انه الشباب والشابات يعني ممكن يكونوا محتاجين فكره اكتر عن محافظه القاهره وروح الاماكن الجميله اللي موجوده في محافظه القاهره و يعني من خلالهم بنوجه رساله لكل المدارس الحكوميه والمدارس الدوليه والمدارس الخاصه والجامعات ولشركات السياحه عشان ينظموا لقاءات وزيارات لمناطق مهمة جدا في القاهرة. الطائرة اللي كان منهم او اقل شوية من 3 سنين كان منهم 3 شهور في هذا المكان اللي انتوا هزوروه النهاردة. الطائرة التراثية ايضا تشمل الطائرة الخدوية، تشمل العمارات اللي بنيت من 150 او 160 سنة في وسط القاهرة، وهي عمارات شبيهة بعمارة الفرنسية المبنية في نفس الوقت، وفي ميادين في القاهرة بالضبط لها ميادين مشابهة في باريس، ويعني ده يدينا دفعة كده ان احنا عندنا حاجة لها قيمة قوية جدا، لها قيمة تراثية، ونحن لابد ان احنا نستعيدها، نستعيد شكلها ونخرجها بشكل تاني ان شاء الله افضل.